أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، وبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن طردتني فأي باب أفرع. ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقير يمنع؟ حاشا لمجدك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. بالذل قد وافيت بابك عالما أن التذلل عند بابك ينفع. وجعلت معتمدي عليك توكلا، وبسطت كفي سائلا أتضرع. وبحق من أحببته وبعدته، وأجبت دعوته ممن به يتشفع. واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وارقب بنا يا من إليه المرجع. ثم الصلاة على النبي وآله خير الخلائق.